هو يمكن وفي الكواليس في الكثير من النقاشات اللي دارت. هو الاجتماع الوزاري التشاوري ثم الاجتماع الرسمي قرر تشكيل أو طلب تكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة قانونية بالصلاحيات، وبالتالي احنا هنعد ورقة قانونية كأمانة عامة وهنطرحها على المندوبين الدائمين للدول بكل هذا الخلاف والرؤية الرؤى المختلفة، وبالتالي الموقف استقر في هذه النقطة. فيما يتعلق بقمة الجزائر، احنا آخر قمة كانت 2019 في 30 مارس 2019، يعني مضى علينا حوالي دلوقتي أكثر من ثلاث سنوات. و يعني كان في موضوع في الأفق بيحلق طوال الوقت، موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها، والجانب السوري نقلا عن الإعلان الجزائري بيقول إنه سوريا يعني تستبعد نفسها من شغل المقعد في هذه الدورة. الوضع الدولي حساس جدا، في حرب في أوروبا وحرب في أي لحظة تتحول إلى حرب كبيرة على مستوى العالم، في أزمة غذاء عالمي، في ارتفاع أسعار مخيف في كافة الدول. يعني احنا بنقرأ الإعلام الدولي بدقة وبنشوف الحديث على معدلات الفقر في دولة كانت إمبراطورية عظمى بريطانيا، في مشكلات في الطاقة، في المناخ، البيئة، وبالتالي العالم يعني بيشغي بالمشكلات. وبعدين في القضية الفلسطينية اللي تم تنحيتها من قبل المجتمع الدولي لأسباب مؤسفة ومزعجة ومحزنة. وبعدين في المشكلات العربية، ومشكلات عربية ضاغطة جدا على الوضع العربي. سوريا زي ما جاء في كلمتي وما فيش ملامح حل. اليمن فيش ملامح حل. دولة زي العراق بتعمل انتخابات وما بتنتجش الانتخابات حكم أو حكومة أو رأي. نفس الشيء في لبنان. وبعدين ليبيا نفسها، ليبيا فيها حل. لا ليبيا فيها حل. الاقتتال حل واضح. الاقتتال الاقتتال كان داخل طرابلس، وشيء كنا يعني مشغولين جميعا. وبالتالي يجب أن القمة دي تكون ناجحة، ويجب أن يصدر عنها قرارات، ويجب أن يلتقي القادة العرب ويتشاورهم ويتفاهمهم. وزي ما قلت لكم في 20 وزير ووزير دولة ووزير خارجية ووزير دولة التقوا اليوم، وكان نقاش يعني نقاش صريح وواضح، وفي الكثير من المودة والصراحة. فدعنا نأمل خيرا. حاضر حاضر. مساء الخير يا فندم. احنا كنا علي صوتك شويه ارجوك. مساء الخير حضرتك، انا مراد فتحي جبير مراسلي الاخبار في الامانه العامه. حضرتك لو تكرمنا نريد يعني صوره من البيان الصادر عن اللجان الوزاريه الخاصه بتدخلات التركيه في الشؤون العربيه. طبيعي، ما هو ده كل القرارات موزعه. تمام. كل القرارات هل هناك يعني توافق عربي ولا توجد تحفظات او شيء من هذا القبيل؟ لا، هو هي اللجنه بتقر البيان وبتقر القرار. البيان بيبقى خاص باللجنة اللي هي أعضائها الأربعة وجميعهم واقفين فيه معاه، لكن هو القرار
أي قرار سواء تركيا أو إيران بيبقى هنا دولة أو هناك دولة بتقول أنا بتحفظ على هذا القرار، لكن هذا لا يمنع من صدوره كقرار، لأنه الأغلبية العظمى من الدول المشاركة صدقت عليه.